بقى ايه عن الشناوي شويه، لان الشناوي في الحقيقه عشان برضو نبقى بنتكلم بصراحه مع بعض، الشناوي انقذ الاهلي في اول المباراه بشكل ممتاز، الدقيقه 3 الدقيقه 4 كده اهو الشناوي صدق، الراجل قدر ان ينقذ الاهلي من خلال تصدي ممتاز ممتاز من انفرادها كانت واضحه جدا للاعبي سان داونز، والتصدي ده اللي فرق في بقيه مشوار المباراه مع النادي الاهلي، ادى ثقه كبيره جدا للاعبين، بالتالي قدرنا ان احنا نخطف جون موت المباراه. استقبلنا بعديها باربع دقائق مثلا من الهدف في التعادل، لكن في كل الاحوال كان تصدي مهم جدا. احد نجوم النادي الاهلي على مدار المرحله كلها هو محمد الشناوي، على مدار الموسم كله في الحقيقه بقى له موسمين ماشي بشكل ممتاز، وهو الحارس الاول في مصر دلوقتي ما شاء الله عليه، نتمنى له الاستمراريه، وحارس كويس جدا ومهم، مش كويس ايه، هو لعيب كبير او حارس مميز جدا، فكل دي امور غايه في الاهميه. تالق عدد كبير جدا من اللاعبين، بادجي كان ممتاز، اليو بادجي على فكره ممكن البعض يعني بياخد عليه الفرصه اللي ضيعها، لكن تعامل دي صدت الشناوي، دي صدت الشناوي صد بشكل ممتاز، طلع بشكل جيد جدا في الدقيقة 4، كان ممكن لو جت جون دي كانت الدنيا تتقلب معانا خالص يعني، بس الحمد لله يعني قدر يتعامل معاها كويس جدا محمد الشناوي، بخلاف بقى زي ما قلت لحضراتكم بعض اللاعبين وبعض الأدوار المميزة سواء الدفاعية أو الهجومية اللي أدوها بشكل ممتاز، وده كان أمر واضح. أنا عايز بس أفكر جمهور الأهلي، الشناوي اتكلم في إيه قبل البطولة السنة دي في لقائه مع أحمد كابتن أحمد شوبير طبعا الإعلامي الكبير، نروح نشوف الشناوي قال إيه ونرجع. عايز تلعب سان داونز تاني؟ يا ريت يا ريت. هاني قال لي كده. يا ريت. أكيد طب. إحنا اللي عملناه هنا في مصر. يعني طلعنا نص اللي جوانا بس. ضيعنا 8 جوان. بس مفيش توفيق، بس ده نص اللي جوانا، عايزين نلعبه تاني وعايزين نكسبه هناك على ملعبه ونكسبه إن شاء الله هناك. هناك على سان داونز. شخصية الأهلي موجودة في الشناوي، الراجل لما خسرنا المرة اللي فاتت السنة اللي فاتت بشكل صعب شوية قال لك لا احنا عايزين نقابلهم، احنا عايزين نرد اعتبارنا، عايزين ناخد حقنا، وحصل وفاز النادي الأهلي وتأهل على حساب صن داونز. قال ايه بقى الشناوي بعد ما كسبنا؟ نشوف جاهزين ولا ايه؟ حطينا تحت ضغط وكنا موعدين الناس مع الجمهور موعدينهم اللي احنا نيجي ونعدي صن داونز، وكنا قلنا اللي احنا يا ريت نلعب صن داونز تاني، واحنا لعبناهم تاني وبقول لهم الحمد لله وعدناكم ووفينا بالوعد، واللعيبه دي كلها رجاله والجهاز الفني كله ببارك لهم وبارك للعيبه، اهم حاجه اللعيبه هم رجاله وعلى قد المسؤوليه، الحمد لله احنا عدينا وان شاء الله فكر في اللي جاي ان شاء الله. فعلا هم كانوا على قد المسؤوليه، فعلا قدروا يفرحوا جمهور الاهلي، تاهلوا دور نصف النهائي، وان شاء الله جمهور الاهلي منتظر منهم الفوز بالبطوله، وده باذن الله يحصل يوم 29/5 تحديدا.